بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب، كيفكم؟ كيف أخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير، إن شاء الله بصحة وسلامة، إن شاء الله يوم اللي نشوفكم ونخلص من هالوباء والأمة كلياتها بخير إن شاء الله. تعرفوا إحنا انهينا وختمنا الوحدة الرابعة اللي هي وحدة التكامل، والآن ظل عندنا الوحدة الخامسة وهي وحدة الاحتمالات والإحصاء، وكان المقرر أنه أبدأ من الدرس السابع والثامن، لكن نتيجة للظروف ما بنعرف وين يسمحوا لنا نوقف، ممكن أول ثلاث دروس، أول خمسة، أول ستة للوحدة كلياتها، فاضطريت أبدأ من البداية حسب الترتيب. فأبدأ بسم الله من الدرس الأول في الوحدة الخامسة وهي وحدة الاحتمالات والإحصاء. الدرس الأول هو درس مبدأ العد، فأعطي مثال بسيط جدا جدا. لو عندك ثلاث أقلام، كم طريقة يمكن أن تختار قلم من هذول الثلاث؟ عندي ثلاث خيارات أو ثلاث طرق، أما القلم الأول أو الثاني أو الثالث، عدد الخيارات الممكنة تكون ثلاث. معناها كلمة أو إذا أجت في المسألة تعني جمع، وهذه الإشارة راح تشوفها موجودة في الصفحة رقم 3. كلمة الوا تعني الضرب، واللي هي لو عندي ثلاث أقلام وعندي دفترين، بكم طريقة أختار قلم ودفتر؟ أما القلم الأول والدفتر الأول، أو القلم الأول والدفتر الثاني، القلم الثاني والدفتر الأول، القلم الثاني والدفتر الثاني، القلم الثالث والدفتر الأول، والقلم الثالث والدفتر الثاني، فيصير عندي عدد الخيارات ستة، ناتجة من ضرب عدد الخيارات للمرحلة الأولى اللي هي ثلاث، وعدد الخيارات للمرحلة الثانية اللي هي اثنين، ثلاث في اثنين تعطي ستة. إذن كلمة الوا راح تعني ضرب. الآن لو نيجي إلى مثال ونوضحه بطريقة نسميها بطريقة الشجرة، وطريقة الشجرة لا تستخدم. ليش؟ بس هي فقط للتوضيح، لأن بعض الأسئلة من تكون خياراتها كثيرة جدا، ما ممكن أرسم شجرة لعدد كبير جدا من الخيارات. لنفرض بمثال، دخل أحمد، بس مش أحمد أبو رمان ولا أحمد من الشباب اللي عندنا، دخل أحمد إلى مطعم لتناول وجبة غداء، فوجد أمامه في قائمة الطعام ثلاثة أنواع من الشرب ونوعين من السمك، فبكم طريقة؟ ركزوا معي يا شباب، هون نيجي إلى فكرة السؤال. السؤال فبكم طريقة؟ إذا السؤال يسأل هون من كم طريقة يمكن له أن يختار وجبة تتكون نوع من الشوربة ونوع من السمك. هذه الوا هي اللي تعني الضرب، نوع شوربة ونوع سمك، معناه عندي مرحلتين، المرحلة الأولى عملية اختيار الشوربة، والمرحلة الثانية عملية اختيار السمك. لو جينا نحلها بحل مباشر، عدد الطرق الكلية راح يساوي 3 ضرب 2، والثلاث ضرب 2 والسبب فيها أن الثلاث تمثل عدد طرق المرحلة الأولى، واثنين تمثل طرق عدد طرق المرحلة الثانية، فثلاث في اثنين تعطيني ستة، أي أن عدد المراحل عندي مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي تمثل عدد خيارات الشرب، و أي ضرب المرحلة الثانية وتعني عدد خيارات اختيار السمع، فيصير 3 ضرب 2 تساوي 6. موضحها بالرسم بطريقة الشجرة اللي قلنا لا تستخدم. أما الشربة الأولى أختار معها السمك الأول، هذا خيار. الشربة الأولى وأختار معها السمك الثاني، هذا خيار ثاني. الشربة الثانية مع السمك الأول خيار ثالث. الشربة الثانية مع السمك الثاني خيار رابع. الشربة الثالثة مع السمك الأول خيار خامس. الشوربة الثالثة مع السمك الثاني خيار سادس، فيكون عدد الخيارات الممكنة تساوي ستة. الآن أخذ بمثال آخر، بدي أعرف شغلة أساسية هي عدد الشحطات اللي موجودة عندي، يعني هون عدد المراحل عندي 3 في 2، معنى عندي مرحلتين، المرحلة الأولى هي طريقة اختيار الشوربة، والمرحلة الثانية هي عدد طرق اختيار السمك. فنيجي إلى هون بكم طريقة، إذن هون بلش السؤال من كم كلمة، بكلمة بكم طريقة، إذن من هون يبدأ السؤال. يمكن اختيار، إذن العملية عملية اختيار، اختيار إيش؟ مدير لمدرسة، هاي مرحلة أي شحطة أولى، ونائب للمدير، الو تعني ضرب، نائب للمدير معناها الشحطة الثانية، وأمين صندوق للمدرسة، أمين صندوق معناها الو هي ضرب، وأمين صندوق هي الشحطة الثالثة أو المرحلة الثالثة التي تتكون من 20 معلم، يعني هذه المدرسة فيها 20 معلم. إذن عدد الطرق هون لو بدي أوضحها عندي 3 مراحل،
المرحلة الأولى لاختيار المدير، أنا عندي 20 معلم بإمكاني أختار أي معلم من عندهم، إذن في قدامي 20 خيار. إذن لمرحلة المدير 20. الشحطة الثانية تمثل مرحلة النائب. بما أني اخترت المدير فهذا المدير يقعد على جنب، إذن ظل عندي العدد المتبقي 19. الآن من هذول 19 بإمكاني أختار نائب، فعندي 19 خيار. لاحظوا هم كأنها الفكرة دون إرجاع أو دون تكرار، ما بيصير المدير يكون نفسه مدير ومساعد، يعني مش زي عادل حمد الله بده يصير مدير وبده يصير مساعد وبده يصير أمين صندوق. لا، المدير هو عندي 20 خيار، المساعد بما أنه اخترنا مدير ظل عندي 19، فالمساعد دي 19 خيار أو نائب المدير اللي هو أستاذ رائد القصاص، وعندي 18 خيار لأمين الصندوق. أمين الصندوق عندي 18 خيار بعد ما اخترنا المدير والمساعد، المتبقي 18 معلم. الآن في المساعد اللي تكون فيها الأرقام كبيرة، لو تركت السؤال بدون ما تكتبه، بدون ما تكتب الناتج، تعتبر إجابة صحيحة. الآن نرجع إلى القاعدة الرئيسية في الدرس واللي اسمها قاعدة مبدأ العد العام. القاعدة بتحكي إذا أمكن إجراء تجربة على عدة مراحل، واللي هي المراحل اللي كانت اختيار المدير والمساعد وأمين الصندوق، وكان عدد طرق المرحلة الأولى هو نون واحد. نون واحد يعني رقم، لنفرض المرحلة الأولى أنا سميتها نون واحد لأن المرحلة الأولى رقمتها بالرقم واحد، ونون تمثل عدد خيارات. وعدد طرق المرحلة الثانية هو نون اثنين، وعدد طرق المرحلة الثالثة هو نون ثلاث، وأستمر إلى كاف من المراحل، ما بعرف كم مرحلة عندي. فهي عدد الطرق الكلية يساوي عدد طرق المرحلة الأولى ضرب الثانية ضرب الثالثة إلى المرحلة الأخيرة، حيث نون واحد هي عدد طرق المرحلة الأولى، نون اثنين عدد طرق المرحلة الثانية، وهكذا أستمر. بمثال، أراد أحد الطلبة الشراء، إذن العملية هي عملية شراء. شراء إيش؟ قلم ومسطرة ودفتر. إذن عندي كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. ووجد أمامه ثلاث أنواع من الأقلام. إذن المرحلة الأولى اللي هي مرحلة القلم عندي ثلاث أنواع. أكتب لو كتبت بالأعلى كلمة قلم، حطيت شحطة تحتيها أكتب ثلاث، كان عندي ثلاث أنواع. وحرف الواء تعني ضرب. نوعين من المساطر. إذن المساطر لو كتبت بالأعلى كلمة مسطرة تحتيها شحطة، عندي نوعين من المساطر. إذن ثلاث ضرب اثنين. إذن حرف الواء تعني ضرب. أربعة أنواع من الدفاتر. إذن ضرب أربعة. إذن ثلاث في اثنين في أربعة، والناتج 24. لاحظ السؤال وإن كان طويل لكن إجابته تكون سهلة. السؤال اللي يخطأ فيه غالبية الطلاب، ركزوا معي عليه رجاء، أنا راح مش راح أبين الإجابة حتى نتناقش ونشوف فيها شو اللي موجود فيها. أول إشي، أراد عثمان السفر. إذن العملية هي عملية سفر من العقبة إلى دمشق مروراً بعمان. أهم إشي أحدد كم مرحلة عندي. المسألة هي عملية سفر، إذا بدي أعرف مراحل السفر كم مرحلة. بدي أسافر من العقبة إلى دمشق مروراً بعمان. أكثر الطلاب يجاوب إجابة متسرعة ويقول ثلاث مراحل يعني ثلاث شحطات، وهذا الإجابة خاطئة. والسبب، أنا عندي عملية سفر، السفر من العقبة إلى عمان، لأن بدي أمر بعمان، من العقبة إلى عمان هذه المرحلة الأولى، ومن عمان لدمشق تعتبر المرحلة الثانية. إذا المرحلة الأولى من العقبة إلى عمان، أما المرحلة الثانية فهي من عمان إلى دمشق. إذا عندي مرحلتين. هسه أنا عرفت عدد الشحطات اللي موجودة عندي، شحطتين. الأولى مرحلة أولى عقبة عمان، المرحلة الثانية ومعناها ضرب، المرحلة الثانية اللي هي عمان دمشق. إذا كان بإمكانه السفر من العقبة إلى عمان، شو الخيارات اللي عندي؟ أما بالطائرة أو بالسيارة. إذا كم خيار قدامي؟ خيارين، ما زال خيارين. كلمة الأو تعني جمع، طائرة خيار والسيارة أو السيارة خيار، فعندي خيارين. إذا المرحلة الأولى عدد طرقها يساوي اثنين. ومن عمان إلى دمشق، من المرحلة الثانية هي أما بالطائرة أو بالسيارة أو بالقطار. إذا أصبح عندي ثلاث خيارات. إذا أكتب اثنين في ثلاث وتساوي ستة، هون يسألني بكم طريقة يمكنه السفر. إذا هون هي عملية الاختيار. أجي إلى السؤال اللي موجود في بداية الصفحة في العمود الثاني، هو من الأسئلة المهمة جدا جدا اللي يمثل لي شغلة الأعداد. ركز معي شباب هون لو سمحتوا.
كم عدد مكون من منزلتين؟ إذا هون سؤالي، سؤالي كم عدد؟ إذا كم عدد بدي أعرف كم عدد راح أنتج؟ يتكون من منزلتين، يعني في عندي أحاد وعشرات، إذا عندي مرحلتين أي شحطتين، يمكنه تكوينه من مجموعة الأرقام واحد واثنين وثلاث. إذا للأحاد كم خيار عندي؟ عندي ثلاث خيارات، لكن في السؤال مش محدد لي هل هو مع الإرجاع ولا بدون إرجاع، يعني في تكرار ولا ما في تكرار. الفرع الأول طالب إذا سمح بتكرار الأرقام، ما زال سمح بالتكرار. المرحلة الأولى قدامي ثلاث خيارات، واحد واثنين وثلاث، كأنه في كيس في ثلاث كرات، كرة الأولى مرقمة بالرقم واحد ثم اثنين ثم ثلاث، سحبت كرة من الكرات وطلعت على الرقم وسجلته، رجعت الكرة على الكيس، معناها رجع الكيس أيضا في ثلاث كرات للمرحلة الثانية، إذن يعطيني ثلاث في ثلاث والناتج يساوي تسعة. أما تسمى يسمح بالتكرار أو نقول عليه مع الإرجاع، اثنينهم صح. المرحلة أو الفرع الثاني يقول إذا كان التكرار غير مسموح، أي بدون إرجاع، يعني الأحاد قدامي عندي ثلاث خيارات، اخترت عدد منهم، هذا العدد اللي اخترته خليه جنبي، إذن الكيس ظل فيه عندي خيارين فقط لأن ما رجعت الكرة الأولى، ولهذا السبب يصبح عندي 3 ضرب 2 وتساوي 6. أعيد للسؤال مرة ثانية لأهميته مع العلم، عندي 3 أسئلة تشمل كم عدد مكون من منزلتين، ما زال كم عدد معناها بدي عدد الأعداد، إذا مسألتي يسألني عن الأعداد. ركز يا زيد جزازي، اترك أي هم وانتبهوا هون، عندي 3 مراحل، مرحلتين، الأول أحاد والثاني عشرات. سامر انتبه هون، الأحاد عندي ثلاث خيارات، واحد واثنين وثلاث، أي ثلاث. الآن ما زال مسموح التكرار، العدد اللي اخترته بإمكاني أرجعه على الكيس وأختاره مرة ثانية، إذن عدد الخيارات للعشرات برضو ثلاث، ثلاث بثلاث يساوي تسعة. واضح يا كوكش؟ ثلاث بثلاث يساوي تسعة. أما إذا كان التكرار غير مسموح، يا هاشم أنت ويزيد اللي جنبك انتبهوا معي هون، إذا كان التكرار غير مسموح، المرحلة الأولى في عندي ثلاث خيارات، المرحلة الثانية يظل عندي خيارين، ليش؟ لأن أخذت إحدى الكرات وخبيتها عندي، أخذها فيصل وخباها، فمن يرجع يدخل خطيب يلاقي كرتين قدامه فقط، فيصير ثلاثة في اثنين تساوي ستة. الآن بمثال آخر، أركزوا رجاء على الأمثلة الثانية لأن هون راح لخبطك في المثال الثالث والرابع. بالمثال رقم 2، بكم طريقة يمكن ترتيب جلوس 5 طلاب؟ إذا السؤال يحكي عن إيش؟ عن كم طريقة، إذا عدد الطرق هي اللي تمثل عدد الشحطات. ترتيب جلوس كم طالب؟ 5 طلاب. واضح يا نسور؟ اترك وسيم وخليك معي. بكم طريقة يمكن ترتيب جلوس 5 طلاب على 6 مقاعد مرقمة أو بصف واحد؟ ما زال عندي 5 طلاب، إذن عندي 5 شحطات، شحطة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خمسة. هسه دخل الطالب الأول اللي هو عمرو، وجد أمامه 6 مقاعد، أي مقعد يختاره كيف وهو حر، فعندي 6 خيارات قدامه لعمرو. طب ظل عندي، دخل نواف بعدين، هسه عمرو أخذ أحد المقاعد، إذن نواف بده ياخذ قدامه 5 خيارات. بعد نواف دخل محمد ددو قدامه 4 خيارات، بعديها دخل أي واحد من الشباب، حسين شموط، ألف تحية لك حسين، عندي 3 خيارات. اللي بعديها دخل أي طالب ثاني، وجد أمامه بلال، غير خيارين فقط، لأن كل مرة طالب يختار أحد المقاعد ينقص العدد الكلي. هون ما وصلت لعند الواحد لأن عندي 5 طلاب، إذن عندي 5 شحطات، 1 2 3 4 5، إذا من 6 إلى 2 والناتج 720. السؤال اللي بعديه، بكم طريقة يمكن ترتيب جلوس 5 طلاب؟ إذا نفس السؤال اللي فوق. إذا المسألة هي بكم طريقة؟ إذا يسألني عدد طرق، عدد طرق يعني عدد شحطات. عدد الشحطات عندي ترتيب جلوس 5 طلاب 5 شحطات. بكم طريقة يمكن ترتيب 5 طلاب على 5 مقاعد مرقمة؟ أول شيء عندي 5 طلاب، إذا عندي 5 شحطات. 5 مقاعد مرقم، دخل كريم أول مقعد اختاره، فعندي كريم قدامه 5 خيارات. دخل أبو رمان قدامه 4 خيارات. دخل اللي بعديه قدامه 3 خيارات، بعديها خيارين، بعديها خيار واحد، هاي عددهم 5 شحطات.
والناتج يساوي 120. الآن نجي إلى السؤال اللي بعده، بكم طريقة يمكن ترتيب 7 كتب على الرف؟ لاحظ أنا عندي 7 كتب لكن ما حدد لي عدد الأماكن. فلو أخذت السؤال بالعكس، الكتاب الأول كم خيار له؟ له خيار واحد، وين ما تخليه هو يعتبر هو الحد الأول. فلو بديتها بالعكس، الأول له خيار واحد، الكتاب الثاني كم خيار له؟ 2. ليش؟ أما على يمينه أو على يساره، إذن قدامه خيارين. الكتاب الثالث، طبعا أنا أعرف عدد الشحطات 7 شحطات لأن عندي 7 كتب. الثالث له 3 خيارات، أما على يمين الأول أو في الوسط أو على يسار الثاني، وصار قدامه 3 خيارات. الكتاب الرابع قدامه 4 خيارات، يمين الأول، أما بين الأول والثاني أو بين الثاني والثالث أو يسار الثالث، وصار قدامه 4 خيارات. إذن اللي بعديه 5 خيارات ثم 6 ثم 7، أو أبدأ من العدد 7 وأتناقص، ما زال 7 شحطات، 7 6 5 4 3 2 1، والناتج 50 40. السؤال اللي بعديه سؤال سهل جدا جدا، ركزوا معي. هون يتكون مجلس الإدارة في إحدى الشركات من 5 أعضاء، إذن كم شحطة عندي؟ الكل راح يجاوب عندي 5 شحطات، وهذا خطأ، لأن هون هذه معلومة وليس سؤال. يتكون مجلس الإدارة يعني كأني أدخل على الصف أقول عندي 5 طلاب، إذن هذه معلومة شو اللي موجود. أما هون بكم طريقة، إذن هون بلش سؤالي، إذن أنتبه على السؤال، بكم طريقة يمكن اختيار رئيس ونائب؟ الوات تعني ضع، اختيار رئيس ونائب، إذن عندي 2 مراحل، المرحلة الأولى أختار الرئيس والمرحلة الثانية أختار النائب. إذن الرئيس عندي قدامي كم خيار؟ 5 خيارات، أما النائب ف4 خيارات، لأن ما بيصير يكون رئيس ونائب، فلازم يكون 5 ضرب 4 ويساوي 20. الآن لاحظوا السؤال اللي بعديه، ركز عليه عادل، عادل والعساف المحترم اللي جنب عادل، لأن هذول دائما يحبوا يطلعوا من أبواب المدرسة. لاحظ بناية فيها 7 أبواب، مدرستنا فيها 7 أبواب تستخدم للدخول والخروج، كم شحطة عندي؟ هون عندي 2 شحطات فقط، ما إلي علاقة بالمعلومة، لأن هون حكالي إيش؟ بناية فيها 7 أبواب، إذن هذه معلومة، 7 أبواب تستخدم للدخول والخروج، إذن العملية دخول وخروج، إذن عندي 2 مراحل، مرحلة دخول يا أيسر جعباص ومرحلة خروج، فصار عندي 2 شحطات، الشحطة الأولى هي للدخول والشحطة الثانية هي للخروج. ركز معي، راح تقول لي 7 في 6، صح؟ طب ممكن طالب يقول لي 7 في 7، لأن ممكن الباب اللي أدخل من عنده أطلع من عنده، نفس الباب اللي جيت من عنده أطلع، لكن لاحظ الشرط اللي معطيني إياه في السؤال، كاتب بكم طريقة يمكن لشخص الدخول من باب والخروج من باب غير الباب الذي دخل منه؟ يعني الباب اللي دخلت من عنده يا عساف ما بيصير تطلع من عنده، ليش؟ لأن عادل الحمد لله واقف لك على الباب، روح على الباب الثاني ما بتلاقي حدا، فيصير 7 في 6 يساوي 42. هذه ما موجود عندي في الصفحة الأولى. أنتقل إلى الصفحة الثانية من الدرس، والدرس عبارة عن 4 صفحات يتكون من 2 جزء، وهسه راح نشوف الصفحة الثانية. ركز معي على الصفحة الثانية شباب. أول إشي عندي في الأعلى سؤال أنا كنت كاتبه بالسابق، كاتب عليه للإطلاع لعدم أهميته في دراستنا بالجديد، كان من ضمن الأسئلة المهمة في السابق، لكن لو جيت ودرسته مش غلط. السؤال يقول بكم طريقة يمكن ترتيب جلوس 4 طلاب؟ إذن العملية هي عملية ترتيب، أنا عندي ترتيب جلوس 4 طلاب، ركز هون معي، ما زال بكم طريقة ترتيب جلوس 4 طلاب؟ معنى عندي 4 شحطات، طالب أول، طالب ثاني، طالب ثالث، طالب رابع، على 7 مقاعد مرقمة، 7 مقاعد يعني جنب بعض أو مرقمة، لكن أصر عادل ما بده يقعد إلا بالوسط، شو أساوي له؟ مشطوب إلا بده يقعد بالوسط، معناها عادل كم خيار قدامه؟ خيار واحد فقط، لو تجمع 7 جنب بعض احذف الأخير والأول، الخامس، السادس والثاني، الخامس والرابع، الخامس والثالث يظل الأوسط فقط، عندي أوسط واحد، إذن العادل له مقعد واحد فقط اللي هو في الوسط،
الآن عادل أخذ المقعد الوسط وانتهينا. السليجي اللي بعديه أجا نواف ما له تحديد فأي مقعد بإمكانه يجلس. ما زال ما في شرط. إذا أقدر أكتب بست خيارات. إذا الأول بخيار واحد لأن عنده شرط. وانتبه أول ما أبدأ من جزء الشرط حتى يفيدني بالسؤال اللي بعديه. بس دخل بعدي حسين شموط لأن دائما يجي متأخر. فحسين شموط قدامه خمس مقاعد. فمعناها الأول قدامه واحد لأنه بده يجلس بالوسط. ما في عندي غير خيار واحد. أما الثاني ما في شرط فيبداني يمكن يجلس في أي مقعد بعد ما حذفنا الوسط. حسين أجا أخذ مقعد من الخمسة. طب كريم يجي بعد حسين. كريم عنده قدامه أربع خيارات. فيصير الناتج 120 خيار أو 120 طريقة. ركزوا معي على السؤال اللي بعدي. السؤال اللي بعدي دائما كنت أكتبه أنا وأوضحه على صفحة جانبية. بس إن شاء الله إذا داومنا على خير وسلامة هذا السؤال من دون كل الأسئلة أكتب لك إياه على صفحة جانبية. كم عددا فرديا؟ بس من نحكي 122 فردي ولا زوجي؟ 122. أطلع على الآحاد إن كان زوجي فالعدد زوجي، والآحاد إن كان فردي فالعدد فردي. قيمة العدد في الآحاد هو اللي يحدد نوعه فردي أو زوجي. يعني حتى يكون العدد فردياً مكون من ثلاث منازل معناه عندي ثلاث شحطات، شحطة أولى، ثانية، ثالثة. الآن هذه اللي تمثل الأربعة. مين الأعداد اللي فردية عندي هون من واحد إلى سبعة؟ أما الواحد أو الثلاث أو الخمسة أو السبعة عددهم قديش؟ عددهم أربعة أعداد. إذن هذه الأربعة تمثل عدد الفرديات. هذه الأربعة تمثل عدد الفرديات، عددهم أربعة. أما المنزلة الثانية ما في شرط، ما زال مش بالضرورة يعني، بس إحنا اللي يهمني حدد الفردي والزوجي أول منزلة. إن كانت فردية فهو فردي، إن كانت زوجية فهو زوجي. فالأول عندي أربع خيارات. إذا المنزلة الثانية ما فيها شرط والثالثة ما فيها شرط. إذا ما في شرط ابني نرجع على كل المجموعة كليات من واحد لسبعة. لكن ما زال حكالي بدون تكرار. معناها المنزلة الأولى تحذف أحد العناصر. أي عنصر. لو حذفنا الرقم سبعة شو بيضل عندي؟ ستة خيارات. طب المنزلة هذه أخذت عنصر. إذا شو بيضل عندي هون؟ خمسة خيارات. 4 في 6 24 520. لاحظ لي نفس السؤال. إذا برضو بدي إياه فرديا لكن التكرار مسموح. ركز معي. فرديا معناه آحاد وفردي. آحاد وفردي. بعدين عشرات ومئات يعني ثلاث منازل. بس الفرديات عندي أربع فرديات. هي العدد أربعة يمثل عدد الفرديات. أما هذول الثلاث شحطات يمثل هذه تمثل عدد المراحل واللي هي تمثل عدد المنازل في سؤال. بما أن التكرار مسموح أرجع للمجموعة الكلية كاملة ما بنقص منها شيء. لأن العدد حتى العدد الفردي اللي أخذته بدك ترجعه على الكيس. فيصير 4 بسبعة بسبعة والناتج 196. لو أخذنا نفس المثال السابق لكن العدد المطلوب زوجيا. أول شيء ثلاث منازل معناها شحطة شحطتين ثلاث. حتى يكون زوجيا معناه يجب أن يكون أحاده زوجي. مين أحاده زوجي؟ معناها أما الاثنين أو الأربعة أو الستة فقط. إذا ثلاث عناصر. هي عبارة عن ثلاث عناصر. يعني قيمته زوجية اثنين أو أربعة أو ستة. عددهم هو ثلاث. فهون أكتب عدده وهو ثلاث. إذا هاي الثلاث تعني عدد الزوجيات في المسألة. بما أن التكرار غير مسموح، أما يقول لي عناصر مختلفة أو منازل مختلفة أو بدون تكرار، من يحكي لي بدون تكرار؟ العدد اللي أخذته بدك تخبيه. ما زال ما في شرط ترجع على كل المجموعة الأولى تجيب منها عنصر. يظل عندك ستة واللي بعديها خمسة. ثلاثة بستة بخمسة تعطي 90. أما إذا كان التكرار مسموح، الأول حتى يكون زوجيا يجب أن يكون أحد زوجية. زوجيا اتفقنا عدد الزوجيات ثلاث عناصر، أما اثنين أو أربعة أو ستة فيصير عددهم ثلاث. ثم ما زال التكرار مسموح، العدد الكلي راح يكون سبعة في سبعة ويعطي 147. والسلام عليكم ورحمة الله. الحصة القادمة نكمل
ونحل أمثلة وتدريبات وناخذ الجزء الثاني من الدرس وهو جزء المطلوب. السلام عليكم.